وزير الصحة يؤكد أنه سيتم اعتماد الفحوص الطبية الإجبارية قبل الزواج. جلسات الحوار تتواصل وبيان للشخصيات المستقلة يطالب المقاطعين بالمشاركة. المنتخب الوطني المرابطون يلاقي كندا وديا ونجمه بسام يخضع لعملية جراحية في الكاحل. أهلا بكم إلى تفاصيل جولتنا الإخبارية أخبار الساحل من العاصمة نواكشوط. قال وزير الصحة الموريتاني إنه تمت المصادقة على مشروع قانون حول الصحة الإنجابية يهدف لتحديد المعايير في هذا المجال والترتيبات القانونية التي تحكمها، كما يحدد الحقوق ويعاقب كافة أشكال التجاوز عليها. أكد الوزير في تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم أنه سيتم فرض فحص إجباري قبل الزواج للحد من الأمراض المنتقلة التي عن طريق الجنس. سابق العرس لابد، هو ما يمنع حد يمشي يعدل فحص يعرف كان هذا فيه شيء ولا الاخر فيه شيء، اللي فيه فائده حمايه الاسره. وقت اللي حد يعدل فحص سابق العرس ما معناه انه نين يعرف واحد منهم كان فيه شيء لا يمنع منهم، لا يمنع العرس الا لا يكون يوجههم ذاك اللي يحموهم من لا يجي في المستقبل، يحمي ذاك اللي ما فيه، ذاك اللي ما يعدي الاخر. كان ملقح ناتوريلمون يخلاه، كان ما ملقح ناتوريلمون يعدلوا له تلقي. هذا كامل دوره هو دابور سي دي ليديكاسيون، تدير التربيه، ايديكي لي جان بور كو لا فامي سوا بروتيجي. بروتيجي ما معنى تو من ناحيه اوسي لانفيكسيون، باسكو سي سي كيليا دو بلو براتيك سي دي لانفيكسيون، سي من ناحيه بسيكولوجيه، من ناحيه صحيه. وهدف دور المجتمع على العائلة، ودور العائلة على المجتمع، ودور كل واحد من فرد العائلة على كومون دير سون كونجوان سون كونجوان و سي زانفان كي فون فينير ابري. Il n'est pas logique aujourd'hui au 21e siècle نجبروا شيء قد يحمي الطفل اللي ما سوى الشيء على جايبه في الحياة جايبه مولانا، يا غير أعطانا فرصة ذاك اللي نحميه من شيء قد يحمي المجتمع كامل. وزيرة الصحة لمينة عفوا وزيرة الزراعة الموريتانية لمينة من تلك طب المما قالت إن قطاعها يسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية من الخضروات لسد حاجة السوق، وذلك من خلال توفير الدعم اللوجستي والمادي للمزارعين. أكدت من تمما خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعقيب على مجلس الوزراء أنه سيتم تقديم قروض تشجيعية للمزارعين سعيا لتحسين الإنتاج. يشتغلوا على ذوك عنهم عودوا يتوفروا لهم ظروف تقد المادة تتوفر في هذا الشهر شهر ثلاثة فم على مستوى نواكشوط. هذه المناطق الأخرى مناطق الإنتاج اللي محيطة بنواكشوط واللي هي اللي أصلا تغذي سوق نواكشوط عنها إن شاء الله تعود تتوفر في ذي الفترات. فم الدعم هذا المنتجين ملي عن تعدل آلية للتمويل بقروض صغيرة مناسبة في مناطق الإنتاج الكبرى، ياك ذيك القروض تمكن المزارعين عنها تحصل على المدخلات الزراعية بأسعار عن طريق قروض. ثم سيشجع ملي إنشاء مخازن قريبة من مناطق الإنتاج تعود عند هذيك المدخلات وتمون بها المزارع، هذا من خلال دعم فني تقدر تعدل الاتحاد الوطني لصناديق الاستثمار والقرض في المناطق الواحاتية والمطرية. يدور إن شاء الله يعود فيهم تشجيع للاستثمار الخصوصي في هذا شبه القطاع، وسيتواصل البحث الزراعي في مجال الخضروات. وزير ثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد لمين الشيخ وبدوره قال إن الحديث عن مأمورية رئاسية ثالثة أمر وارد وموضوع قد يطرح للنقاش. وأكد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي إن الدستور بيد الشعب وبإمكانه التصويت على تغييره إن أراد ذلك. ما نتعلمين بها ولا نعرفها ولا نطبقنا ولا يضط يمقرشنا إلى اللي قال إنها تنقلع والله تفتح والله تنقفل، لا من الامور اللي تناقش
واللي يراعى فيها مصلحه موريتاني، ولا مخسرنا مملك في المأموريات، لان احنا البرلمانيين عندنا مفتوحين من بدايه الانتخابات برلماني لما توهم برلمانيين، ورؤساء الاحزاب من بدايه الحزب لين يموتوا هم رؤساء احزاب، والعمد من بدايه الديمقراطيه هم عمد الين ماتوا هم عمد. معناته اللي ينقال له بعد تحديد المأموريات ما هم خسرنا، ولا في مقرشنا الى اللي ندار والله انقلع والله مناقش ما احنا متعلمين به، ولا نعرف واليات قاعد تطبيقه ومؤسساته ما نعرفه كان عندنا وضع كان قاعد نعدلنا، هو الشيء انطرح ويقد ينقلع ويقد يخلى. وهذا مبلل اللي هذه اغنيه تحصين مواد ما خارج شيء محصن عن الشعب. الشعب هو اللي وضع الدستور، وهو اللي يقدي الريح، وهو اللي مرش يعجله، وإرادة الشعب كيف قد قلنا لكم أنها فوق الدستور، لأن الشعب هو اللي خلق الدستور. أصدرت منظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة المشاركة في الحوار بيانا طلبت فيه الأطراف المقاطعة بالعدول عن قرارها، وقال البيان إن الحوار هو السبيل الأوحد لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. هذا وتتواصل لليوم السابع على التوالي جلسات الحوار الوطني الشامل الذي يشارك فيه أكثر من 500 شخص يمثلون أحزابا في الأغلبية والمعارضة ومنظمات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن الموريتانيين في الخارج. الجلسات التي انطلقت الخميس الماضي وتدوم لعشرة أيام يقاطعها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض. نتابع فيما يلي عينات من آراء بعض المشاركين حول أبرز ما نقش خلال هذه الورشات. من حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، ردا على سؤالكم، احنا تقدمنا شوي في العمل بين اللي عندنا ورشه قريب مش نطرحوا فيها المحاور كامله اللي متعلقين بها، وقريب شوفات عملها، وعندنا ثنتين اللي قاعد كيف نحمي فيهم الوسيط، خايفه عليهم بيا اللي احنا يعطينا نتوقفوا الصبح ل 12 ونموفاو يوم 10 ولا ظهر لي مولانا، لان المده مازالت في المرحله اللي هي وناقشوا فيها نقطتين يبانوا هم امتن حساسيات نقاط الحوار الوطني الشامل اللي هما الوحدة الوطنية والمأمورية الثالثة وبديلها اللي هو نائب رئيس. كيف الناس سنتات تتقارب الآراء في ذو النقاط الثنتين، النقاط الأخرى ما فاتت وصلت لها، ومن اليوم الأول للأمانة من اليوم الأول لهم هم واحدين فيها هذه النقاط الثنتين، معناه أن الزمن ما ولا يعود كافيهم. والورشات الأخرى شفت فيها مأملة فيها الشبية اللي نقاطها يعني فاتقري مشو ناقشت كاملة وتقاربت الناس فتجديها حلول. نحن هنا جينا كممثلين على حزب تحالف الوطني الديمقراطي عندي، كانت مشاركتنا من أجل موريتانيا فقط، لم نأتي من أجل جدال ولا من أجل استعراض، وإنما جينا لنناقش مشاكل آن الوقت لنقاشها. نرى أن المشهد ونرى أن الحراك قد بلغ من النضج حتى يستدعي ان نجلس كموريتانيين وان نتداول وان نتحاور في امور ليست سياسيه فقط، وانما اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه. عن اتحاد نجل الجمهوريه، هذه الايام ورشات مفتوحه، حوار اللي يفتح نهارات اللي راجعين ان شاء الله عنه وصلوا فيه نتائج مهمة للبلد، وهي فرصة نعتبروها لثاني مرة عدلها سيادة الرئيس محمد عبد العزيز ياك يشارك جميع الطيف السياسي في موريتانيا، لا تبقى لحد ضيف خلاك موريتانيا، الله الجميع يجي من أجلها ما هو من أجل غاية ولا من أجل حزب، يدري برأيه ويطرح وجهات نظره جو ديمقراطي. الحمد لله من افتتاح ورشات موجودة هناك عدة ورشات مفتوحة في جميع المجالات، وكل الحمد لله داخل القاعات جو ما شاء الله جيد، ما شفنا فيهم أي مشاكل، سوى الأخوة المعارضين وسوى الأخوة في الأغلبية، لكن اللي يدري بوجهة نظر وأنا بعد شايفة عن ما فهم حدود لا فهم خطوط حمراء.
نظم شباب خطوة من أجل التشغيل وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، طلبوا خلالها باكتتابهم في سلك الوظيفة العمومية. الوقفة التي حملت شعارات مطالبة بالحد من البطالة في الأوساط الشبابية تأتي في إطار سلسلة وقفات تنظمها الحركة أسبوعيا تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء. وقفات لنا زمن عدلها من 15 ولا 16 عدلها كل يوم خميس تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء، رغم ان بعد ما تحلت مشكلتنا نهائيا ولا اجبرنا اي رقاش التفت علينا، جينا الوزاره الاولى وجينا مشينا رسائل لرئاسه الجمهوريه ورسائل من الساعه للشباب ولحد الساعه ما تجبرنا حد يلتفت علينا، رغم ان قضيتنا بسيطه جدا، انا قد قبضنا الوكاله الوطنيه لترقيه وتشغيل الشباب ضمن سلك سندود وساعدت رئاسه الملفات وتم اختيارنا احنا لان موجودين فينا المعايير ومشاونا شهر مؤسسات عدنا فيهم استاج وكوننا فيهم وكل المؤسسات قالوا عنهم عن عملنا كان جيد ما شاء الله وعنهم فاصلين فينا. ولحد الساعة ما تدرس مين. نبقى دائما في إطار الاحتجاجات، حيث نظم عدد من حملة شهادة الليسانس العاطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، طلبوا خلالها برفع ما اعتبروه ظلما وإقصاء من مسابقة المدرسة الوطنية للإدارة والقضاء التي أعلنت عنها مؤخرا، معتبرين أن شروط القبول التي وضعت للمسابقة شروط تعجيزية. مجموعة من الشباب هذه وقفتنا العاشرة قدام القصر الرئاسي رافضين الشروط اللي قبلت المدرسة الوطنية للإدارة في طريقة اكتتاب 100 موظف خارجي حسب ما قالوا، وعندنا شروط مطالب أساسية نطالبوا بتعود بفهم وزارة الداخلية وزارة العدل وزارة الخارجية والصحافة، يعني جميع التخصصات اللي أصلا تقبل المدرسة الوطنية للإدارة قبلتهم 2009 و2011، اليوم احنا مطالبينها لها سنة فاتت خرجت الدفعة اللي فيها مطالبينهم على انهم يقبلوا دفعه جديده تشمل الناس كامله. المطلب الثالث وكذلك مهم واساسي هو انهم يفعلوا ان الامر القانوني الصادر 2010 رقم 041 الذي ينص على ان التعليم العالي الشهادات المعتمده فيه هي الليسانس والماستر والدكتوراه. في ذات السياق دائما نظم العمال المفصولون من شركة النقل العمومي وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، طالبوا خلالها برفع ما وصفوه بالظلم والفصل التعسفي اللذين تعرضوا لهما حسب الشعارات التي رفعوها. نحن الآن مجموعة العمال المفصولين من شركة النقل العمومي بحجة أنها فالسة وأنها سياسة تقاشفية تعدلها وقت نحن حمل شهادات. والشركة حالا ما يفاس عندها 58 بيس في الميدان ويامس جايتها 78 بيس فبور حالا جايتها الشركة، هذا يعني عنها فاصلة فينا في نحن العمال، ذلك نحن سائقين ومحصلين وفنيين نطالب بفخامة رئيس الجمهورية في وجه هذا الحوار أنه يتدخل في هذه البطالة المقنعة والبطالة الموجودة حاليا أن يتدخل ينصفنا بأن نحن عندنا خبرة 6 سنوات ولا تتفصلنا من أجل كتاب مدخر جديد. نظمت منظمة تنمية القدرات النسوية ورشة تحت عنوان اختتام القوافل التحسيسية حول مخاطر الملوثات العضوية الثابتة. الورشة التي تأتي بالتعاون مع منظمات دولية فاعلة في هذا المجال تهدف بحسب المنظمين إلى التحسيس حول المشاكل البيئية في موريتانيا. ورشة معدلينها على عمل بتنعدلنا هون في نواكشوط وفي الداخل هو تحسيس عن الملوثات العضوية الثابتة اللي خاطر على الانسان وعلى البيئه وعلى الحيوان، ولهنا عندنا هنا تياها عمل فيه افلام وفيه سكتشات وفيه ياسر بتنعدلنا عدد قوافي في الداخل وتو جاينا هنا عرضهم اليوم وهو اختتام هذا ذوك القوافي اللي ذوكم هذا اللي عدلنا في النشاطات اللي عدلنا فيهم على ورشات عدلناهم اللي هون في نواكشوط جايين لهنا هم اللي عليهم اليوم اللي نعتهم المواطنين ياكين زادوا اكثر في الحضور في الحذر عن الملوثات العضويه. وزعت جمعية بسمة وأمل الدفعة الأولى من الأدوات المدرسية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة، استفاد منها 90 يتيما. ويأتي هذا النشاط في إطار عمل الجمعية الخيرية حيث دابت على توزيع المساعدات على المحتاجين. هذا النشاط نشاط سنوي تنظم جمعية صالح الأيتام، استفاد منه أكبر كم ممكن. هذه الدفعة الأولى 90 يتيم لا يستفاد من الحقيبة المدرسية فيها أدوات مدرسية كاملة من الدفاتر الأقلام والألواح وتروس الصندوق الصغير. هذه الحملة نظمها الجمعية على مستوى الكافلين على مستوى فاعلين الخير، الحقيبة الواحدة تكلفت 1000 وقية حقيبة والأدوات اللي داخلها،
ويوزعوا على الايتام هكذا دفعات، الدفعه الاولى، الدفعه الثانيه، هاي الدفعه الاولى ليستفاد من هاي 90 وتتربوا ان شاء الله الدفعات المقبلين. دوليا في هذه النشرة رشح مجلس الأمن الدولي رسميا وبالإجماع اليوم الخميس رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو غوتريس لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا للكوري الجنوبي باكيمون الذي تنتهي ولايته في نهاية العام الحالي بعدما شغل المنصب لفترتين. وأوصى مجلس الأمن الجمعية العامة للمنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا بتعيين غوتريس لخمس سنوات بدءا من فاتح يناير المقبل، ومن المرجح أن تجتمع الجمعية العامة الأسبوع القادم لإقرار تعيين غوتريس. هذا وشغل صاحب 67 عاما منصب رئيس وزراء البرتغال في الفترة ما بين 1995 وحتى فترة 2002، ومنصب مفوض للأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين من 2005 وحتى 2015. رياضيا في هذه النشرة خضع لاعب المنتخب الوطني المرابطون ونادي الأنصار اللبناني ملاي أحمد بسام لعملية جراحية اليوم على مستوى الكاحل الأيمن بعد تعرضه للإصابة مع ناديه، وكان اللاعب قد انتقل إلى الدوري اللبناني قادما من الجزائر بعد تعذر انتقاله إلى نادي سموحة المصري، كما خرج اسمه من القائمة التي استدعاها المدرب كورنتين مارتينيز للمباراة الودية أمام المنتخب الكندي التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية قبل قليل. نهاية أخبار الساحل إلى العناوين. وزير الصحة يؤكد أنه سيتم اعتماد الفحوص الطبية الإجبارية قبل الزواج. جلسات الحوار تتواصل في وبيان للشخصيات المستقلة يطالب المقاطعين بالمشاركة. المنتخب الوطني المرابطون يلاقي كندا وديا ونجمه بسام يخضع لعملية جراحية في الكاحل. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء.